بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الدكتور حسن بن لبنان المهندي وزير العدل، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ورئيس غرفة قطر، سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين والمحكمين الخليجيين، سعادة السيد رينولد سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسترا، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. كانت وما زالت مصلحة القطاع الخاص القطري هي المحرك لفعاليات وأنشطة غرفة قطر، وهدفها الأول الذي لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن مصلحة الاقتصاد القطري بشكل عام. واليوم يسر مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر إطلاق فعاليات وأعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي يقام برعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والذي يأتي تزامنا مع احتفالية مرور 10 سنوات على إنشاء المركز. وخير ما نستهل به فعاليات هذا المؤتمر آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ حذيفة محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم. الحضور الكرام، لا يمكن لمجتمع متحضر وراقي أن يحيا بدون تشريعات وقوانين تحفظ الحقوق وتنشر العدل والعدالة بين أفراده. ووزارة العدل القطرية لها دور بارز في تهيئة بيئة قضائية وقانونية كفؤة وعادلة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتطوير الجهاز القضائي للدولة. يتفضل سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهني وزير العدل لإلقاء كلمة الافتتاحية مشكورة. Thank you.
الكابتن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد رئيس غرفة مجلس إدارة، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل الإعزاز والتقدير أرحب بكم جميعا في افتتاح هذا المؤتمر المتميز الذي يتزامن مع مرور 10 سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وذلك بمشاركة نخبة مرموقة من القانونيين والمحامين والمحكمين والمتخصصين في مجال التحكيم. وأول بادي بيبد أن أقول لكم تحيات راعي الحفل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الموقر، وتمنياته لكم ولمؤتمركم بالتوفيق والنجاح. واسمحوا لي أيضا أن أرحب بجميع الضيوف الأعزاء الذين تجشموا على السفر لمشاركتنا هذا الحدث القانوني المتميز، فأهلا وسهلا بهم ونتمنى لهم طيب الإقامة والاستفادة والإفادة. أصحاب السعادة، الجمع الكريم، لا أظن أنني في حاجة للحديث عن دولة التحكيم وأهميته، فقد بات من المعلوم بالضرورة أن التحكيم كأحد بدائل حل المنازعات أصبح يطلع بدور رئيسي ومتنامي على الساحة الدولية والمحلية. ولكنني أود وبإيجاز أن أحدثكم عن رؤية وزارة العدل واستراتيجيتها في مجال التحكيم. لقد عرفت دولة قطر التحكيم في المواد المدنية والتجارية تشريعاً وتطبيقاً. على المستوى التشريعي تنظم أحكام الباب 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 التحكيم في المواد المدنية والتجارية. أما على مستوى الممارسة فقد حققت دولة قطر إنجازات ملموسة في مجالات التحكيم، يعد من أهم أمثلتها إنشاء هذا المركز مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وكذلك إنشاء مركز قطر للمال والأجهزة القضائية المنبثقة عنه. أما على المسار المستقبلي فإن وزارة العدل تضع التحكيم في مقدمة أولوياتها، وذلك من خلال امتلاك الدولة لمنظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى المعايير العالمية في مجال التحكيم. وفي إطار بناء هذه المنظومة فقد وضعت الوزارة خطة طموحة لتطوير التحكيم على مستوى الدولة، والتي تسعى لتنفيذها بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين لمراكز التحكيم ومحامين ومحكمين ورجال القانون، وكذلك مراكز التحكيم الدولية والإقليمية. ومن أهم محاور هذه الخطة أولاً تعزيز البنية التشريعية للتحكيم، وذلك من خلال إعداد مشروع قانون جديد ومتخصص في مجال التحكيم في المواد المدنية والتجارية يواكب المعايير والتطورات العالمية في هذا المجال، ونتوقع صدور هذا القانون في القريب العاجل إذا انتهى من كافة الإجراءات التشريعية وهو في مقام التصديق بالقريب العاجل بإذن الله. ثانياً، تسعى الوزارة لتنفيذ برنامج تأهيلي وطني متكامل لإعداد كوادر وطنية قطرية في مجال التحكيم من خلال مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع للوزارة، وكذلك بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة في هذا المجال. ثالثاً، نعمل أيضاً على تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم ونشر ثقافته وأهميته، وذلك من خلال مبادرة تنمية الوعي القانوني التي دشنتها الوزارة خلال العام الماضي. كما يسعدنا في الوزارة أن نتلقى الاقتراحات والملاحظات والأفكار من القانونيين القطريين وكذلك أخوتنا المقيمين وغير القطريين، وذلك من خلال منتدى قطر الإلكتروني الذي أنشأته الوزارة، والذي نتمنى أن يكون منصة قطرية للفكر القانوني البناء والخلاق. جمع الكريم،
ان دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله ماضية قدما في تطوير بنيتها التشريعية والقانونية والعدلية بما يحقق سيادة القانون والتنمية المستدامة واعلاء مبادئ العدالة وحقوق الانسان. وفي الختام اتقدم بالشكر الجزيل لغرفة تجارة قطر ومركز قطر الدولي للتوثيق والتحكيم واللجنة المنظمة للمؤتمر على هذا الإعداد الرائع، داعياً الله العلي القدير أن يكلل هذا المؤتمر المتميز بكل النجاح والتوفيق، متمنياً لضيوفنا الأعزاء طيب الإقامة والإفادة والاستفادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. له دور كبير في تطوير غرفة قطر على مدار دورتين لمجلس إدارته، وكذلك في إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عام 2006 الذي نحتفل بمرور 10 سنوات على إنشائه. ساهم من خلال ترأس مجلس إدارة غرفة قطر إلى الارتقاء بأدائها وتبوؤها مكانة مرموقة إقليمياً ودولياً. سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ورئيس غرفة قطر، تفضلوا سعادتكم، مشكورين لإلقاء كلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأخ الدكتور حسن بن حدان المهندي وزير العدل، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في مستهل فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن أعرب لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن فائق تقديرنا وعظيم امتناننا لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر، كما أتقدم بفارس الشكر لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل على حضوره ومشاركته الكريمة المقدرة في فعاليات هذا الحدث، كما أتقدم بجزيل الشكر لكافة السادة المتحدثين والمشاركين والضيوف، مؤكداً أن مشاركتكم معنا اليوم هي مبعث فخر واعتزاز وثقة، لأن مخرجات هذا المؤتمر ستكون بمستوى قيمة وقامة تلك الكوكبة المتميزة من الحضور والمتحدثين. الحضور الكريم، عندما أصدر مجلس إدارة غرفة قطر عام 2006 قراره بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كانت رؤيتنا أن التحكيم هو أحد الحلول البديلة أمام الشركات وأصحاب الأعمال لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينهم وفقاً لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة. وبعد 10 سنوات من إنشاء المركز ومن خلال رصد وحصر القضايا والنزاعات التي تصدى لها المركز وأصدر أحكاماً بشأنها ارتضاها طرف النزاع، فإننا نستطيع القول أن التحكيم ليس مجرد حلاً بديلاً لفض النزاعات، وإنما هو أسهل وأقصر الطرق للتوصل إلى حلول سريعة وأطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة. وإن كان الأمر كذلك، فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يأخذ التحكيم مكانته المستحقة في التشريع التجاري حتى الآن؟ والحقيقة التي يجب الاعتراف بها أنه لكي يأخذ التحكيم هذه المكانة لابد من تحقق أمرين هامين. الأول، تشريعات قانونية رسمية تصدرها الدول تجعل من التحكيم أداة قانونية فاعلة وماثرة، والثاني
انتشار التحكيم في المجتمع رجال الأعمال وبين القائمين على عملية التحكيم والظالمين ومحامين ومحكمين وخبراء حتى تتكامل المنظومة بأكملها. الحضور الكريم أن النجاح الذي حققه مركز قطر الدولي للتوثيق والتحكيم سوف ينقل التحكيم في قطر من مستوى التحكيم الحر إلى التحكيم المؤسسي المنظم الذي يعتمد على الأسس والقواعد الإجرائية العالمية المستوحاة والمستمدة من القواعد النموذجية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسترا، حيث ساهم المركز في تحقيق نقلة نوعية هامة وإيجابية على صعيد ترسيخ دعائم التحكيم في دولة قطر، كما ساهم في نشر ثقافة التحكيم بين القطاع الخاص القطري. ومن خلال عقد الكثير من الندوات والدورات التدريبية التي أهلت عددا كبيرا من المحكمين في مختلف المجالات، أي أن المركز استطاع أن يحقق نقلة نوعية مهمة على صعيد ترسيخ دعائم التحكيم طوال العقد الماضي. وختاما يحدوني عظيم الأمل في أن يسهم المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي في تحقيق قيمة مضافة إلى عالم التحكيم، وأن يكون منبرا لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الدولية في التحكيم. أكرر ترحيبي بكم جميعا، متمني لكم ولمؤتمركم كل النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ورئيس غرفة قطر. التحكيم التجاري واقع يفرضه النمو الاقتصادي في قطر وضرورة تقتضيه التطورات لإيجاد آلية لحل النزاعات التجارية في العقود بسهولة ويسر وخصوصية. كان لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الدور الأبرز في نشر الوعي ونشر ثقافة اللجوء للتحكيم، محققاً في ذلك العديد من الإنجازات داخل قطر وخارجها. يتفضل سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لإلقاء كلمته، فليتفضل سعادته مشكوراً. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في البداية أن أتقدم بأسماء آيات الشكر والعرفان لمعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن خليفة بن ناصر وزير الداخلية ورئيس الوزراء لرعايته الكريمة للمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، وهي الرعاية التي تؤكد اهتمام الدولة بالتحكيم بوصفه من أهم الآليات في فض المنازعات التجارية. كما يسرني أن أرحب بسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، شاكراً له حرصه على المشاركة في هذا الحدث الهام. كما أتقدم بوافر الشكر لكافة المشاركين والمتحدثين، متمنياً أن يحقق المؤتمر أهدافه وأن تكون مخرجاته وتوصياته إضافة جديدة للتحكيم الدولي بصفة عامة والقطري بصفة خاصة. الحضور الكرام، كما تعلمون أن التحكيم برز منذ أقدم العصور كأداة لحل النزاعات والخلافات بالطرق الودية، حتى أصبح الآن هو الخيار الذي يفضله الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى، وذلك لما يتميز به من سرعة في القرار وشفافية في الأحكام وبعداً عن الانحياز لهوى أو لقانون دولة ما. ولعل هذا ما جعل التحكيم التجاري يكتسب كل يوم مكانة أكبر وأرضية أوسع، حتى بات تحسين المناخ الاقتصادي في أي دولة ما مرتبطاً بمدى التزامها بإجراءات التحكيم التجاري. وفي غرفة قطر تنبأ مجلس الإدارة في عام 2006، أي منذ 10 سنوات، بأهمية التحكيم،
ومن حسن الطالع أن يأتي هذا المؤتمر متزامناً مع الاحتفالية بمرور 10 سنوات على تأسيس مركز سفر الدولي للتوثيق والتحكيم، الذي استطاع خلال هذه الفترة أن يقوم بدور رائد في التحكيم التجاري في دولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من التحكيم الحر إلى التحكيم المؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، واستطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما ساهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم، وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى. ومما لا شك فيه أن التحكيم ستزداد أهميته في السنوات القادمة، وسوف تسعى الكثير من الدول لإقامة مراكز تحكيم متخصصة تلبي متطلبات واحتياجات النزاعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، التي باتت متشعبة ومتنوعة، تشمل التحكيم الهندسي والتجاري والبحري والمالي وحتى التحكيم الرياضي، وهي تخصصات يفتقر إليها القضاء العادي، حيث تحتاج إلى خبراء ومتخصصين، وهذا ما يستطيع التحكيم توفيره بما يملكه من محكمين متخصصين مؤهلين للقيام بتلك المهام بكل استقلالية ونزاهة وخبرة. الحضور الكرام، لن أطيل عليه، ولكن يسرني في النهاية أن أشكر لحضراتكم حسن الاستماع، أن أقول أن نجاح منظومة التحكيم في أي بلد ما لا بد أن يرتكز على 3 ركائز أساسية. الركيزة الأولى وجود تشريعات قانونية متطورة تعكس إجراءات التحكيم وتضع إطاراً تنظيمياً لكافة مراحله، تعكس الاتجاهات الحديثة لإجراءات التحكيم الدولي، كما تكفل للأطراف مساحة أكبر من الحرية في تطبيق قواعد وأعراف التجارة الحديثة. الركيزة الثانية وجود دوائر قضائية متخصصة في التحكيم، خاصة في مرحلة تنفيذ الأحكام. الركيزة الثالثة وجود مراكز تحكيم ومؤسسات تدريب متخصصة تضمن توافر إجراءات وآليات التقاضي وتأهيل المحكمين في مختلف التخصصات. مرة أخرى أكرر شكري وترحيبي بكم في دولة قطر، وأتمنى طيب الإقامة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلعب دور هام في مد جسور التعاون بين القانونيين والخبراء بدول مجلس التعاون الخليجي، هو اتحاد المحامين والمحكمين الخليجيين. يسرنا ويشرفنا الاستئناس بآرائهم وخبراتهم القانونية. يتفضل سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين والمحكمين الخليجيين لإلقاء كلمته في هذا المؤتمر، فليتفضل سمو المشكور. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الدكتور حسن المهندي وزير العدل، سعادة الشيخ خليفة الثاني رئيس غرفة التجارة ورئيس المركز، سعادة الشيخ الأخ ثاني الثاني عضو مجلس المركز، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هذا الاجتماع وفي مثل هذه الاجتماعات يكون الأساس فيه بناء الإنسان المتخصص في مجاله. ففي مثل هذه المؤتمرات واللقاءات يزداد النقاش والتفكير في الوصول إلى القمة والوصول إلى ما تحتاج إليه بلداننا، وهو الاستثمار الحقيقي في الإنسان وفي النشء القادم من بنين وبنات. أيها الحفل الكريم، أهنئ نفسي وإياكم بمرور 10 سنوات على هذا المركز الفتي الذي حقق نجاحاته خلال السنوات الماضية وأثبت جدارته، وهذا طبعا بفضل من الله عز وجل، ثم القيادات التي توالت على هذا المركز ودعم الدولة لهذا المركز. فنحن لا نستغرب النجاحات التي تتوالى على مثل هذه المراكز في وطننا العربي وخصوصا في الخليج. فنحن ولله الحمد نؤمن بهذه الرسالة التي أنزلها الله عز وجل على هذه البلاد ونشكرها. أيها الحبر الكريم، إن لنجاحات التحكيم في أي قطر من الأقطار له عدة عوامل، ولكن من أهمها هي البيئة. حينما تكون هناك بيئة مناسبة، مثلا القوانين والأنظمة الخاصة بالتحكيم، تكون هناك نجاحات كبيرة. كذلك ثقافة التحكيم، حينما ينتشر وتنتشر ثقافة التحكيم بين أوساط رجال الأعمال والدولة في عقوده، سواء في الداخل أو في الخارج، يكون هناك نجاحات، لأن التحكيم هو أحد وسائل فض المنازعات بالطرق السليمة المعروفة دوليا وإقليميا. ثلاثة، المحكم نفسه. لا بد من تهيئة المحكم من تدريب وتعليم ودورات وورش ودراسات وإلى غير ذلك من الأمور لتأهيله وترقيته بما يحتاج إليه الوقت الحاضر من علم ومعرفة وأنظمة وخبرة في مجاله. أن نعلم أن التحكيم لا يختص فقط بالقانون، إنما هو بالقانونيين والمختصين سواء من مهندسين أو غيرهم. فبالتالي مجال التحكيم أوسع وأكبر، ولذلك لابد من تكثير مثل هذه المؤتمرات وهذه اللقاءات لإعطاء جرعات كبيرة وكافية للمحكم الذي نعتقد ولله الحمد بفضله ومنته أننا نتمتع في وطننا وفي الخليج العربي خاصة بقدرات كبيرة ومتمكنة متى ما أعطيت الفرصة الحقيقة لإثبات وجودها. النقطة الرابعة، القضاء. التحكيم لا ينفك عن القضاء، ماذا اعتبرنا أنه مساندا ومساعدا للقضاء وليس منافسا له، أدركنا بذلك النجاح. لأن القضاء والقضاة حينما يدعمون التحكيم في أي قطر أو بلاد يرتقي ويخرج ويرتفع، وحينما يضايق يحارب ينكمش.
ولذلك ثقافة التحكيم عند القضاة والمحاكم ضرورية جدا، لأن هناك كثير من القضايا التي تخفف العبء على المحاكم حينما تترك للتحكيم. ولكن بالتالي لا بد من المواجهة الآن التي نعلم جميعا أنها لا بد أن التحكيم يخرج بما لا يخالف النظام العام في الدولة أو النظام الذي أجري به التحكيم. أيها الحبر الكريم، إن هذه البلاد قطر ودول الخليج استمدت تنظيماتها باتفاق مع الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية هذه العظيمة التي حبان الله بها والكنوز الكثيرة والكبيرة وما تتميز به، يجدر علينا وبنا أن نستخرجها من القاع لكي تظهر حسب ما يكون عليه الحال، فهي صالحة لكل زمان ومكان. كيف ذلك؟ أنا أخبره. لقد تقدمت الشريعة الإسلامية على كثير من القوانين، أتكلم الآن في قضية التحكيم كمثال ونحن ما عليه اليوم. فالتحكيم في العالم معروف أنه في التحكيم التجاري أو السيادي، أي المنازعات بين الدول وخصوصاً بما يتعلق في الحدود. أما التجاري فأنتم تعلمون بذلك. زادت عليه الشريعة الإسلامية بأن أضافت إليه التحكيم في الأحوال الشخصية، وهذا لا يوجد في التحكيم العالمي. وهناك مطالبات من فقهاء القانون الغربيين بذلك. كذلك التحكيم الجنائي لا يوجد في القوانين الدولية الأخرى. لماذا تميزت الشريعة الإسلامية بهذه الخصال وهذا الانفتاح وهذه المرونة العظيمة؟ هي إعطاء الحقوق للناس لاختيار ما يرغبون به، وبالتالي كانت الإشكاليات الكبيرة عند الآخرين في عدم تطبيق مثلا القانون الجنائي أو القضايا الجنائية في التحكيم، لأن هناك أمرين. الأمر الأول هو الحق الشخصي، والأمر الثاني هو الحق العام الذي يختص الدولة. فكيف نتحاكم في أمور شخصية تتعلق؟ وهناك أصبحت إشكالية استبعدتها القوانين الدولية. أما الشريعة الإسلامية والتي حبان الله بها، فقد أذنت وأجازت في من أراد أن يتنازل عن حقه الشخصي ويذهب إلى التحكيم أو في الأمور المدنية. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أنا سعيد بهذا اللقاء وهذه اللقاءات الجميلة. ولكن نحن في المملكة العربية السعودية وكالة من خادم الحرمين الشريفين ولي عهده وولي عهده، أننا ولله الحمد نسعى جاهدين لرفع الأنظمة. ومؤخرا لله الحمد كانت هناك القضايا تنظر في الغرف التجارية، وأصبح هناك مركز سعودي للتحكيم بشنا أخيرا، وأصبح يباشر القضايا ليواكب إخوانه في دول مجلس التعاون الخليجي. أشكركم جميعا وأشكر المنظمين حقيقة على مثل هذه اللقاءات التي تجمعنا بهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود على هذه الكلمة.
التحكيم في دول العالم الإجراءات والقواعد النموذجية التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسترا، والتي وضعت الملامح العامة والأطر التي ينبغي على هذه المراكز العمل وفقها. الآن مع كلمة سعادة السيد رينولد سوريو الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، فليتفضل سعادته مشكورا. Distinguished guests, speakers, moderators, participants, it is a great pleasure and an honor for me to address such a distinguished group of government officials and arbitration experts in the region, I might add friends of UNCITRA, whom I would like to express my sincere appreciation for inviting UNCITRA to be a part of this second international conference on commercial arbitration in Qatar and in the region. As the United Nations representative here at this conference, I would first like to draw your attention to Article 33 of the United Nations Charter, which specifically mentions arbitration as one of the peaceful means resolve disputes. I think it's good to highlight this at the beginning of this presentation to emphasize that arbitration has long been embedded in the United Nations, going back to the covenant of the League of Nations. As much as we at the United Nations endeavor to achieve peaceful settlement of disputes between states, businesses try to do the same, to avoid disputes and to resolve them peacefully and in an efficient manner. To businesses, disputes and the uncertainty that follows result in additional costs and eventually economic loss. That is why there is always an urgent need to resolve disputes in a quick, effective and constructive manner. Under such circumstances, commercial arbitration is of great benefit, not only in economic terms, but also to society in general. The United Nations has contributed to the development of international arbitration. I know you're all familiar with UNCITRA, the United Nations Commission on International Trade Law, which is the core legal body in the UN dealing with international trade law. Based on the belief that divergent trade rules and regulations in different states constitute an obstacle to the development of world trade, UNCITRA was established by the General Assembly in 1966 and given the mandate to further the progressive harmonization and modernization of international trade law. Okay. International commercial arbitration has long been an important topic for UNCITRA. As the guardian of the New York Convention, which now has 156 state parties, UNCITRA has made great strides in creating a favorable environment for resolving disputes. The UNCITRA Model Law on International Commercial Arbitration, adopted in 1985 and amended in 2006, and the Model Law on International Commercial Conciliation, adopted in 2002, have functioned as a basis for modern legislative frameworks that aim to facilitate alternative dispute resolution. Worldwide, 72 states of all regions with different legal or economic systems have reformed their legislation based on the Model Law on International Commercial Arbitration. This would tend to indicate
that it reflects a very broad consensus worldwide on key aspects of international arbitration practice. You are probably also familiar with the Antitrial Arbitration Rules, which were revised in 2010 and include several new provisions which aim at enhancing procedural efficiency and clarity. The Antitrial Arbitration Rules have been used both in commercial and in investment arbitration, in private law and in interstate disputes, in ad hoc and in administered arbitration, and they indeed have inspired a number of institutional arbitration rules. More recently, Antitrial's work has focused on transparency in treaty-based investor-state arbitration. With the adoption first of the Antitrial Rules on Transparency in Treaty-Based Investor-State Arbitration, which are effective as of the 1st of April 2014, and offer a set of procedural rules that provide for greater transparency and public accessibility in treaty-based investor-state arbitration. And second, of course, the United Nations Convention on Transparency in Treaty-Based Investor-State Arbitration, also called the Mauritius Convention on Transparency. Both the rule and the convention, along with a transparency registry, which is operated by the Secretariat of Antitrial, illustrate a turning point in investment arbitration. This work on transparency in investment arbitration deserves particular attention because it provides a novel and multilateral approach to exploring change in the paradigm of investment arbitration, which is currently based on a myriad of more than 3,000 existing bilateral or other investment treaties. I believe, and I will come back to that, that the mechanism embodied in the Mauritius Convention can provide a basis for addressing future developments in the field of investment arbitration. Now, turning more specifically to the region and Qatar, I am pleased to salute legislative developments as already outlined for us by His Excellency the Minister of Justice. Qatar has witnessed very significant accomplishments within the last 10 years in the direction of updating and modifying its national laws in the field of international commercial arbitration. In 2002, Qatar acceded to the New York Convention and has since applied the convention to foreign arbitral awards being enforced in Qatar. Recently, an important new development has taken place with respect to international commercial arbitration in Qatar in the form of the preparation of a new law on arbitration based on the Antitrial Model Law. Qatar International Center for Conciliation and Arbitration, established in 2006 within the Chamber of Commerce and Industry, also offers a set of institutional rules for both domestic and international commercial arbitration. The 2012 rules are based on the 2010 Antitrial Arbitration Rules and provide parties with an efficient way to resolve their disputes. Arbitration in Qatar will also be conducted in the Qatar Financial Center, which is a free zone established in 2005 with an autonomous legal system and a common law judiciary. UFC arbitration is governed by the 2005 UFC arbitration regulations, which are based significantly on the Antitrial Model. I would also like to note that Qatar is a party to the GCC Commercial Arbitration Center, an institution with which Antitrial has had close ties and which takes part in the sessions of Antitrial and its working group. Now, looking at ongoing and possible future work, as I mentioned earlier, Antitrial has played a pivotal role in the field of dispute settlement and in the continued use. During the annual session held in June
July this year, the Commission revised the notes on organizing arbitral proceedings. Those notes list and describe typical matters for consideration in the organization of an arbitral proceeding. They cover a broad range of situations. The Commission also finalized and adopted technical notes on online dispute resolution, which are expected to contribute, we hope significantly, to the development of systems to enable the online settlement of disputes arising from cross-border, low-value sales or service contracts. Our working group on dispute resolution tasked with future work is currently preparing an instrument dealing with the enforcement of international commercial settlement agreements, which may result from conciliation proceedings. The working group has just completed its full session. Upon completion of this work, we expect next year, the Commission has in its future agenda challenging topics, work on concurrent proceedings, work towards the code of ethics for arbitrators, and finally, possible reform of investor state dispute settlement system. These are particularly interesting new developments, and I would call for your continued interest and support in the work of UNCITRAL, which is widely open to participation by lawyers from this region and actually is willing to hear more from this country and this region. In closing, I would simply remind you that 2016 is not only a special year for the Arbitration Center in Qatar, it is also a special year for UNCITRAL, as it marks the 50th anniversary of our commission. For almost five decades, UNCITRAL has been committed to providing a legal environment that fosters international trade and commerce. The General Assembly of the United Nations has repeatedly, including last week, acknowledged and reaffirmed UNCITRAL's impact on development, peace, and stability in the world through harmonization and modernization of international trade. Over the years, UNCITRAL and its working groups have developed highly effective working methods and a negotiation culture that are both efficient and inclusive. In this way, UNCITRAL has been faithfully pursuing the mandate of progressively harmonizing and modernizing international trade law. I would also like to highlight the relevance of UNCITRAL in promoting the rule of law and the sustainable development goals pursued by the UN at large. I would finally conclude by congratulating the Qatar International Center for Conciliation and Arbitration for hosting this meaningful event. This is the second international conference on commercial arbitration, and I have no doubt that there will be many more to come. I would ask all of you in the arbitration community in the region and beyond to join me in supporting the progressive modernization of the rule of law in the field of international trade and beyond. I look forward to the contribution of arbitration and arbitration in this region in this respect. Thank you for your attention. شكرا سعادة السيد ريموند سوريوف. نظرا لكونها أقدم مؤسسة للتسوية الدولية والتي يندرج تحت مظلتها 116 دولة، تقوم المحكمة الدائمة للتحكيم بمهمة البدء في النزاعات التي تنشأ بين الدول والوكالات الحكومية والمنظمات الدولية أو الأطراف الخاصة، سواء كانت نزاعات ثنائية أم متعددة الأطراف. وأخيراً
مع كلمة سعادة السيد بروك داري نائب الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم فليتفضل مشكورا. I am grateful in particular to their excellencies Sheikh Khalifa bin Jassim Al Thani and Sheikh Thani bin Ali Al Thani, who through their vision and hard work have grown the Qatar International Center for Conciliation and Arbitration, now in its 10th anniversary, into a respected center for dispute resolution in this region. I'm also grateful because they have made my presence here today possible, strengthening the relationship of cooperation between the QICCA and the PCA, a relationship the PCA values and hopes to strengthen. I will add a note to the introduction when it was mentioned that the PCA is not only the oldest arbitral institution, but that we have 116 member states as a testament to its continued relevance. The number has already jumped to 121 member states since the statistic was last quoted. This year we have had Kosovo, the Bahamas, and Palestine join the PCA as member states of the Permanent Court of Arbitration. Now, how would the oldest institution see competition between arbitral institutions? Well, we see it as something healthy that should be welcomed. It pushes us to maintain and improve the quality of our services. Dr. Habib Al-Mulla will address the competition between national and international arbitration centers later today. But they both have a role. The largest institutions often seek to have predictable, transparent mechanisms that can be used in a similar way around the world. Local and regional institutions can add something special, however. They can reflect local legal culture, languages, costs, and provide better access often than the large international centers. And we all know how nice it can be. Everyone here has an international perspective if we're at this conference. But we know how nice it still can be when you pick up the phone and you're calling someone in your own time zone who speaks your language. It's sometimes a relief. And rather than competition on this opening note, I will focus on cooperation. Because the PCA has benefited greatly through cooperation with various institutions and member states, and in particular in the GCC region in recent years. The PCA's 121 member states, which Qatar has been since 2005, have agreed that the PCA must be accessible at all times. But if the staff is only in Europe and speaks only English and French, how accessible is the PCA? Well, in remedying this situation, many forms of assistance have been offered. One, of course, has been a translation of the PCA's key documents and resources into Arabic. The PCA website, for the first time, is available in Arabic. It was launched earlier this month, and we are grateful in that respect for the assistance and support of His Highness Prince Bandar Al-Salman Al-Saud, who has made the grant possible to allow the establishment of the PCA's Arabic language website.
Key documents of the UCA have also become available in Arabic. Through a grant of the State of Kuwait, the Guide to the Permanent Court of Arbitration Rules, the main text, the leading text on the PCA's procedures, is now available in Arabic and is also posted on the PCA's Arabic language website. Three institutions in the GCC region have also offered their hearing facilities to the PCA so that we can conduct hearings and meetings in the region. But what has the PCA been able to provide? We've just been taking, not giving anything. Well, we've sought to assist in a number of ways. We've commented on new procedural rules. We have commented on draft legislation. We have also commented on draft treaty provisions that member states have been negotiating. We've also taken advantage of the facilities made available to us in the region to bring hearings to the region. We have brought interstate proceedings and investor state proceedings to the region. These high-profile, high-value cases can now be held somewhere other than the usual places, not just in Europe and in North America, but they can benefit from the expertise, convenience, and long respect for arbitration, or taqim, in the region, and of course, the region's tremendous infrastructure. Lastly, the PCA has sought to increase our training and conference participation. This offers an opportunity for PCA staff to share our experiences with the wider audience in the world and to network with more professionals in the field. On that note, and in the spirit of cooperation, I look forward to discussing the PCA's experience with investor state arbitration later today, while my colleague, Ali Al-Qasani, will address qualification of arbitrators in a panel discussion tomorrow. I wish you all an enjoyable and productive conference. Thank you very much. Thank you, Mr. Dali. سنوات مضت على قرار مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بتأسيس مركز قطر الدولي للتربيع والتحكيم. تحللها نجاحات مبادرات وصعوبات نحو إرساء الثقافة التحكيمية في أوساط الأعمال. والآن أترككم السيدات والسادة لمعرفة مسيرة هذا الصدر التحكيمي والاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيسه من خلال العرض القادم. السفن وبين النواخذة وبين
التفاصيل، فكانوا يلجؤون إلى أشخاص من أصحاب الاختصاص يطلق عليهم أهل السالفة، هم يضمنون الفصل في هذه الخلافات التي تحدث. التحكيم هو فصل في النزاع ما بين الطرفين بإرادة الطرفين. كيف بدأت الفكرة؟ متى وما هي تجلياتها؟ الأسئلة تتناسل لترسم لنا خارطة طريق بها نهتدي لأصل المشروع. في 2006 بتوجيهات من سمو أمير الله المقدم تم إنشاء مركز تحكيم في عقد قطر، وصدر قرار مجلس الإدارة بإنشاء مركز قطر للتحكيم والتنظيم. جاء إنشاء هذا المركز انطلاقا من أن دولة قطر أصبحت أو دخلت الاقتصاد القطري ضمن منظومة الاقتصاد العالمي الذي اعتمد على الاقتصاد الحر الذي يتجه نحو آليات السوق الحر وأيضا نحو جذب الاستثمار. لكل آلة تصنع أساليب عمل دقيقة، فكيف تمكن مركز قطر للتحكيم والتوثيق من إيجاد موقع له ضمن نسيج مؤسساتي شهد له بالكفاءة في التنظيم؟ مركز التحكيم في قطر يحل قضايا الشركاء بين المواطنين والشركات الإعلامية وكذلك الشركات المحلية والمحلية، سواء شركات مشتركة أو شركات خاصة أو جميع القضايا التي يلجأ الطرفان فيها إلى التحكيم، سواء نص العقد أو بالتوافق بين الطرفين. عرض على المركز العديد من القضايا سواء بين شركات محلية وأفراد وكذلك بين شركات محلية وشركات دولية. تعدت الأموال اللي شارك المركز في حلها مليارات ريالات. شخص من أهل الخبرة في التخصص الذي يوكل إليه في التحكيم، ويكون محايد يحفظ السرية، لم يحكم عليه بحكم جنائي حسن السيرة والسمعة، ذو خبرة في مجال اللي يعرض عليه. المركز يقوم بدورات سنوية، عدة دورات كل سنة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة لتخريج محكمين متخصصين. له تعاون مع كليات القانون في دولة قطر وكلية الاقتصاد، له تعاون مع العديد من كلية الأحمد محمد العسكرية وكلية الشرطة. دائما يقوم المركز باستضافة الطلاب والمهتمين بالتحكيم في إعطائهم نبذة عن التحكيم التجاري. البدايات الأولى اتضحت معالم الفكرة لتفرض نفسها كخيار لا كبديل عن المحاكم يتم اللجوء إليه وفق ضوابط وشروط محددة. التطور الاقتصادي والتطور المالي لدولة قطر بعد اكتشاف الحلول أصبح هذا التحكيم منظما، فصدر القانون رقم 13 لسنة 1990 ب مواد المرافعات المدنية والتجارية، حيث نظم المشرع القطري التحكيم في المواد من 190 إلى 209، بحيث أعطت هذه المواد للقضاء حق الرقابة والإشراف على التحكيم. إذن أصبح التحكيم في دولة قطر خاضعا لإشراف القضاء والأعمال وفلسفة الصناع والتجار قد لا تتناسب وإيقاع سير الأمور بالمحاكم العادية، لذا فمركز التحكيم والتوفيق يعد الخيار الأنسب لتوفير الوقت والجهد والمال. مركز التحكيم وقدرته أن يحل القضايا في أقصر فترة ممكن. مميزاته السرعة الإجراءات إذا كانوا الأطراف متفقين على المؤسسة اللي يلجؤون إليها، سواء المؤسسة تقصد التحكيم المؤسسة مثل مركز قطر الدولي لتفوق التحكيم، لأن الإجراءات القضائية لها إجراءات وتأخذ وقت طويل.
تجاوز مستوى الفكرة منذ عشرات السنين ليصبح اليوم مؤسسة تمثل الاستثناء، تتجاوز شكليات التقاضي الروتيني من خلال ثالوث رئيس، الحياد والفاعلية والسرعة. دولة قطر انشأت مؤسسات لتشجيع شباب الغرفة، لها دور واحنا مشاركين اساسيين في هذا الدور، وان شاء الله يطمح المركز للوصول الى ما حققتها المراكز العالمية. التحكيم طريق اختياري للافراد ياتي من صنعهم وبارادتهم.
في نهاية هذا الحفل الافتتاحي لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على رعايته هذا المؤتمر، ولكم سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل على تشريفه وحضوره هذا الافتتاح الخاص بالمؤتمر العالمي الثاني للتوفيق والتحكيم. والشكر موصول لكم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس المركز ورئيس غرفة قطر، ولضيوفكم الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وندعوكم لحفل الغداء.